أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نسمع من بعض طلبة العلم إنه لا يؤخذ بلازم الأقوال في الردود والاستدلال. نعم. نسمع من بعض طلبة العلم إنه لا يؤخذ بلازم الأقوال في الردود والاستدلال، فنرجو يا فضيلة الشيخ بيان متى يسوغ الأخذ بلازم الأقوال ومتى لا يسوغ الأخذ بذلك. أما هذا فصله ابن القيم في النونية كما مر بكم أن لازم كلام الله وكلام الرسول هذا حق، لازم كلام الرسول كلام الله وكلام الرسول حق لا شك فيه. أما لازم أقوال الناس المجتهدين فإن كان القائل يعلم ما يلزم على قوله فهو قد أراده سواء كان حقا أو باطلا، أما إذا كان ما يعلم إن هذا يلزم على قوله فلا، ما نلزمه وهو ما يعلم هذا. ففي تفصيل المسألة، هل لازم القول قول للإنسان، ما يلزم على قولك يكون قول لك؟ نقول هذا إن كنت تعلم اللازم فإنه يلزمك سواء كان حقا أو باطلا، أما إن كنت لا تعلم إن هذا يلزم على قولك فلا، ما نلزمك به وأنت ما دريت عنه. أما لازم الكتاب والسنة فهو حق، لازم الحق حق بلا شك. نعم.